بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس معالم التربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات الفصل العاشر. عنوان الدرس: خطة حل المسألة. فكرة الدرس: أحل المسألة أو المسائل باستعمال خطة إنشاء نموذج. إنشاء نموذج. طارق: أحاول ترتيب 7 صفوف من المقاعد في مسرح المدرسة على أن يكون في الصف الأول 8 مقاعد، ويزيد عدد مقاعد كل صف عن الصف السابق له بمقعدين. فإذا كان عندي 100 مقعد، 100 مقعد، فهل أستطيع؟ الآن لنشارك طارق في حل هذه المسألة ونرتب خطوات الحل. وسوف يكون طريقة الحل المتبعة لهذه المسألة هي إنشاء نموذج. خطوات حل المسألة هي دائما 4 خطوات: أفهم، أخطط، أحل، أتحقق. نبدأ بالمهمة الملقاة علينا: أنشئ نموذجا لأعرف إن كان لدي عدد كاف من المقاعد لترتيب 7 صفوف. أولا خطوة أفهم. تعرف أن كل صف فيه مقعدان زيادة عن الصف السابق له، ويتكون الصف الأول من 8 مقاعد، وتوجد 7 صفوف، والمطلوب معرفة إن كانت المقاعد 100 كافية أم لا. إذن لنشارك طارق في حل هذه المسألة، أولا نرتب المعلومات المعطاة لدينا: 100 مقعد، المطلوب ترتيبها في 7 صفوف في كل صف زيادة عن الصف السابق له مقعدين. نبدأ بالصف الأول وهو 8 مقاعد. نخطط لحل المسألة. كيف نحل هذه المسألة؟ باستعمال القلم ننشئ نموذجا. الآن نصل إلى الخطوة الثالثة من خطوات حل المسائل، وهي الحل أو أحل المسألة. مطلوب فيها 7 صفوف، نكتبها الصف الأول، الصف الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، حتى السابع. نكتب المقاعد اللازمة لكل صف. المقعد الأول يبدأ 8 مقاعد، يزيد عليه الصف الثاني بمقعدين 10، ونزيد الصف الثالث مقعدين 12 مقعدا، 14 مقعدا، 16 مقعدا، 18 مقعدا، 20 مقعدا في الصف السابع. نرسم النموذج. يمكنك إنشاء النموذج برسم دوائر أو باستعمال أشياء في المنزل تضعها في كل صف، والأسهل الرسم. في كل صف نرسم عدد يساوي عدد المقاعد اللازمة لهذا الصف. نقوم بجمع جميع المقاعد في الصفوف: 8 زائد 10 زائد 12 زائد 14 زائد 16 زائد 18 زائد 20. يكون الجواب 98. من الملاحظ أن 98 أقل من 100 مقعد المتاحة، إذن يمكنني بسهولة تطبيق جميع شروط المسألة: 7 صفوف بشرط ألا تزيد عن 100 مقعد، وفي كل صف زيادة عن الصف السابق مقعدين. إذن الإجابة معقولة، لأننا في نهاية الترتيب كان مجموع المقاعد 98، وهو أقل من العدد الكلي للمقاعد المتاحة وهو 100. لنحلل الحل. رسم النموذج ساعد طارق على فهم المسألة ومعرفة هل 100 مقعد يكفي للترتيب أم لا، لأنه عند رسم النموذج قمنا بالجمع، وجدنا أن الجمع نتج عنه 98 مقعدا، كان أقل من 100 مقعد المتاحة. اكتب مسألة يمكن حلها باستعمال إنشاء نموذج، ثم اكتب خطوات الحل. مذاكرة: يريد طارق أن يعمل جدولا للمذاكرة يوميا، فكتب 2 ساعة للعلوم، 2 ساعة للدراسات الاجتماعيات، و3 ساعات للرياضيات، و5 ساعات للغة العربية،
وأربع ساعات للغة الإنجليزية. نبدأ بخطوة الفهم. تعرف أن اليوم يحتوي على 24 ساعة، والمطلوب معرفة هل اليوم يكفي للمذاكرة لهذه المواد كلها بساعاتها المحددة أم لا. ننتقل إلى خطوة خطط. أنشئ نموذجا لمعرفة هل يكفي اليوم أم لا. ثم خطوة الحل. أحل كيف نقوم بحل هذه المسألة والتأكد من أن عدد الساعات يكفي أم لا. نقوم بجمع ساعات العلوم والاجتماعيات والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية. 2 زائد 2 زائد 3 زائد 5 زائد 4 16 ساعة. إذن يكفي اليوم لمذاكرة المواد كلها. التحقق الآن، كيف نتحقق؟ الوقت المطلوب لإنجاز المذاكرة لجميع المواد 16 ساعة. اليوم 24، إذن 24 أكبر من 16، إذن اليوم يكفي لمذاكرة جميع المواد. في فقرة مسائل متنوعة، استعمل خطة إنشاء نموذج لحل المسائل من 3 إلى 5. مساحة متوازي الأضلاع 24 سنتيمتر. أوجد جميع الإمكانات لطول القاعدة والارتفاع بحيث تكون أعداد صحيحة. كما تعلمنا من قبل أن مساحة متوازي الأضلاع هي قاف عين. مساحة متوازي الأضلاع تساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع. ما هي عوامل العدد 24؟ إذا قمت بتحديد عوامل العدد 24 سوف تتمكن من معرفة جميع الأعداد الصحيحة المتاحة. هيا معا نقوم بمعرفة عوامل العدد 24. أولا أنشئ نموذج. نكتب القانون. مساحة متوازي الأضلاع تساوي قاف عين طول القاعدة ضرب الارتفاع 24 سنتيمتر. ما هي الأعداد التي تعطيني 24 سنتيمتر عند ضربها؟ 2 ضرب 12. نبدأ بواحد. 1 ضرب 12. 2 1 1 ضرب 24 عفوا. 2 ضرب 12. 3 ضرب 8 و 4 ضرب 6. كم عدد الاختيارات المتاحة؟ 8 اختيارات. إذن القاعدة لدي 8 اختيارات، 2 أو 4 أو 1. والقاعدة أيضا في السطر الثالث لدي 12 و 6 و 24 و 8. والارتفاع لدي في الصف الصدر الثاني 12 و 6 و 24 و 8، وفي الصف الرابع 2 و 4 و 1 و 3. الاختيارات المتاحة للقاعدة بعد ما هو مكتوب في الصف الأول والصف الثالث 8 اختيارات، والاختيارات المتاحة للارتفاع أيضا بعد الأرقام في الصف الثاني والصف الرابع أيضا 8 اختيارات. إذن 8 اختيارات للقاعدة، 8 اختيارات للارتفاع. الإجابات كلها صحيحة، لأننا إذا استخدمنا مثلا طول القاعدة 3، ما هو المناسب للارتفاع 8، النتيجة 24. وهكذا نستخدم المناسب من الارتفاع والمناسب من القاعدة، نحصل على الإجابة نفسها. إلى هنا أعزائي الطلاب، أشكركم لحسن استماعكم. أتمنى منكم مشاركتي على الواتساب بحلكم للمسائل من درس خطة حل المسألة مع إنشاء النماذج. أشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.